السلام عليكم طلاب مدرسة عش دار الابتدائية الأهلية. مادتنا اليوم هي الرياضيات الصف الرابع الابتدائي. معلمة المادة مروة صباح. طلابي صف الرابع، رمضان كريم عليكم إن شاء الله يا ربي، إن شاء الله تكونوا كلكم بخير وصحة وسلامة. مشتاقة لكم هواية هواية، طلاب شعبة البي، طلاب شعبة الأي والسي، كلكم مشتاقة لكم، إن شاء الله تكونون بخير. اليوم راح نبدي نشرح المواد الأساسية اللي تفيدنا من نصعد للمراحل الجاية، تفيدنا من نصعد للخامس والسادس. يعني اليوم فيديو اليوم حيكون عبارة عن شرح المواضيع المهمة اللي موجودة بكتاب الصف الرابع. راح أشرح اليوم موضوع الكسور العشرية، وأشرح تحويل الكسور العشرية إلى اعتيادية وبالعكس، وراح أشرح الزوايا، وراح أشرح محيط ومساحة المربع والمستطيل. الفيديو راح يكون طويل شوية، بس هو مو مطلوب أنتم منكم تقروا كله بنفس اليوم. الفيديو راح يكون عبارة عن 3 دروس، أنتم تقسمون هاي ال3 دروس حسب وقتكم وتقروها. يعني أخلص الدرس الأول راح أنطيكم عليه واجب، أخلص الدرس الثاني أنطيكم عليه واجب، أخلص الدرس الثالث أنطي عليه واجب. المطلوب منكم أنتوا تقروا درس درس، يعني مو تقرون الفيديو كله بيوم واحد. تخلصون الدرس الأول تحلون الواجب البيتي مالته، وراها تقرون غير دروس مو إلا رياضيات. باليوم الثاني باليوم الثالث من يسرعتكم فراغ نرجع على الفيديو، نطلع الدرس الثاني، نقرأ، نحل الواجب البيتي الخاص بي، وهكذا. يعني تقسمون الفيديو حسب الأسبوع اللي موجود عندكم ويا الدروس الباقية. راح نبدأ اليوم بموضوع الكسور العشرية. احنا سبق وأخذنا الكسر الاعتيادي، قلنا من شنو يتكون الكسر الاعتيادي؟ يتكون من بسط ومقام، مثل 1 على 2. هاي شنو هي 1 على 2؟ شو تمثل لي؟ تمثل لي كسر اعتيادي متكون من 1 اللي هو البسط وال2 المقام. وأخذت بعد العدد الكسري اللي يتكون من عدد صحيح ويا شنو؟ ويا بسط ومقام، مثل 2 عدد صحيح و1 على 3. هذا ايش اسميه؟ هذا اسميه عدد كسري. هذا ايش اسميه؟ اسميه كسر اعتيادي. الفرق بين الكسر الاعتيادي والعدد الكسري انه الكسر الاعتيادي شبيه ما بي عدد صحيح، يتكون من بسط ومقام بس. العدد الكسري شبيه بي على جهة اليسار عدد صحيح زائدا بسط ومقام. هاي الاثنين ايش تنقري؟ تنقري 2 عدد صحيح و1 على 3. الأعداد الصحيحة تبدي منين؟ تبدي من 0، 1، 2، 3، ممكن أقول 12، 35. الأعداد الصحيحة هو كل عدد يكون وحدة. يعني مثلا هاي 12، هسه وحدها ايش تنقري؟ تنقري 12 عادية، 12 عدد صحيح. إذا جتي ويا كسر إيش صارت؟ صار عدد كسري متكون من عدد صحيح زائد كسر. شلون ينقري؟ ينقري 12 عدد صحيح و1 على 2. هاي بالنسبة للشنو؟ بالنسبة للكسور الاعتيادية والأعداد الكسرية. اليوم راح ناخذ موضوع لاخ اللي هو شو اسمه؟ اسمه الكسور العشرية. هم اسمه كسور بس شو اسمه؟ عشرية. هذا شو اسمه؟ كسور اعتيادية، هذا كسور عشرية. شنو الكسر العشري؟ ومن شلون يتكون؟ وشلون نعرف هذا كسر عشري؟ الكسر العشري يتكون من فارزة عشرية. هاي الفارزة تكون على شكل حرف الواو. هذه الفارزة تكون بهذا الشكل. شو أسميها هاي؟ أسميها فارزة عشرية. هاي الفارزة ما تجيني وحدها. جهة اليمين هاي مو جهة اليمين؟ رح تصير عندي أرقام، وجهة اليسار رح تصير عندي أرقام. هاي الأرقام اللي حتقعد بجهة اليمين إلها اسم، والأرقام اللي حتقعد بجهة اليسار هم إلها اسم. الرقم اللي حيقعد بجهة اليسار أسميه العدد الصحيح. يعني هسه أنا لازم هنا إيش عندي يقعد؟ يقعد عدد صحيح. يعني شنو عدد صحيح؟ من 0 إلى ما لا نهاية، أي رقم يكون واحدة، مثل 0 قلنا 2، 3، 8، 12. هاي شو أسميها؟ أسميها أعداد صحيحة.
وين مكانهم بالكسور العشرية يكون؟ يكون على جهة اليسار، هذه الفارزة على يسار الفارزة لازم يقعد عدد صحيح. زين، يمين الفارزة هنا ايش راح يقعد؟ راح يقعد الأجزاء. زين، شنو هذه الأجزاء؟ هاي الأجزاء حصير عندي، هاي هذا مو يمين الفارزة، منين أبدي من صف الفارزة، حيصير عندي جزء من عشرة. هسه اليمين حصير عندي أجزاء عشرية، أول جزء بصف الفارزة من هنا شو أسميه؟ أسميه جزء من عشرة. زين، مثل شنو؟ ناخذ مثال على كسر عشري، مثل صفر، زين، فارزة خلينا نقول واحد، صفر فارزة واحد، هذا شو يسموه؟ هذا أسميه كسر عشري. شلون عرفت هذا كسر عشري؟ عرفته من الفارزة، يعني الكسر العشري يتكون من فارزة عشرية. زين، هذا الجزء، هذا الصفر اللي وين صاير؟ صار يسار الفارزة، شو أسميه؟ أسميه العدد الصحيح. يعني هسه هذا الصفر شو يعتبر؟ صفر عدد صحيح. زين، هذا الجزء اللي صاير يمين الفارزة، زين، اللي هو مرتبة واحدة، شو أسميه؟ أسميه جزء من عشرة، جزء من عشرة. يعني هسه هذا إذا أريد أقرأ شلون حقرأ؟ شوفوا منين أبدي أقرأ؟ أجي أقرأ من جهة اليسار. شلون هسه هذا العدد الكسرة من نريد نقرأ؟ شو نقول؟ نقول اثنين عدد صحيح وواحد على ثلاثة. يعني من أجي أبدي أقرأ، أجي أقرأ أول شيء العدد الصحيح، فهذا من أجي أريد أقرأ شو راح أقول؟ راح أقول صفر عدد صحيح وواحد من عشرة. ليش قلت واحد من عشرة؟ لأن القيمة المكانية هسه للواحد شنو؟ حسب المخطط مال الكسور العشرية، أنا عندي هنا جزء من عشرة، فهسه القيمة المكانية للواحد هو وين قاعد؟ قاعد بالجزء من عشرة، فينقري صفر عدد صحيح. ليش قلت صفر عدد صحيح؟ لأن الصفر وين قاعد؟ بيا خانة، قاعد بخانة الأعداد الصحيحة، فمن أجي أقرأ، أقرأ هو وخانته، أقول صفر عدد صحيح و هاي الفارزة شقرها أقرأها و، لأن هي أصلا على شكل حرف الواو، صفر عدد صحيح و واحد من عشرة. ليش قلت واحد من عشرة؟ لأن الواحد قاعد بخانة الجزء من عشرة. أقدر أقول صفر عدد صحيح واحد جزء من عشرة، يعني إذا قلت واحد من عشرة أو واحد جزء من عشرة صحيح. زين، الكسر العشري بعد بي إحنا قلنا أجزاء، والأجزاء هو جمع. زين، بعد بي جزء لاخ، اللي هو وين يصير؟ يصير اللي يصير ورا الجزء من عشرة، شو أسميه؟ أسميه جزء من مئة. هسا أنا صار عندي باليمين صف الفارزة جزء من عشرة، وراها شي يجي جزء من مئة. ناخذ مثال ثاني على الكسور العشرية. زين، نجي مثلا عندي واحد، خلينا نقول هنا أنا عندي ثلاثة عدد صحيح، الثلاثة وين قاعد؟ حسب المخطط بالعدد الصحيح، هاي الفارزة العشرية. عندي ثلاثة وين خليتها؟ بيا خانة، بخانة الأعداد الصحيحة، يعني شو تمثلي هاي الثلاثة عدد صحيح؟ وأخلي هنا أنا خلينا نقول أربعة. هسا من أريد أجي أقرأ إيش راح أقول؟ شلون راح أقرأ؟ قبل ما أقرأ المخطط إيش صار؟ صار عندي ثلاثة جوا من جوا العدد الصحيح، بخانة العدد الصحيح، يعني هاي الثلاثة شلون أقرأها؟ ثلاثة عدد صحيح، و هاي الأربعة وين قاعدة؟ بيا جزء، إحنا قلنا عندنا جزئين، الجزء من عشرة والجزء من مئة. الأربعة وين قاعدة؟ بيا جزء، قاعدة بجزء من عشرة، يعني من أقرأها؟ أقرأها حسب الخانة اللي هي قاعدة بيها، حيصير ثلاثة عدد صحيح وأربعة من عشرة، أو ثلاثة عدد صحيح وأربعة جزء من عشرة. زين، إذا قعدت بعد رقم ثاني بصف الأربعة، خلينا نقول نقعد الاثنين، هسه صار عندي المخطط، صار عندي ثلاثة وين؟ بخانة العدد الصحيح، الفارزة العشرية موجودة بمكانها،
الأربعة وين قاعدة بيا خانة؟ بخانة الجزء من عشرة. والاثنين وين قاعدة بيا خانة؟ بخانة الجزء من مئة. زين هذا شلون حقرأ؟ إذا أريد أقرأ بدون الاثنين، يعني الاثنين ماكو، قلنا شلون نقرأ؟ ثلاثة عدد صحيح وأربعة من عشرة. زين إذا صارت هنا عندي مرتبتين، مثل هسه هاي الاثنين واربعين مرتبتين، شلون راح أقرأها؟ هنا أنا صار عندي الخانتين ملت، الجزء من عشرة انملت والجزء من مئة شبيها انملت. إذا الخانتين تنملي مال الأجزاء، شلون أقرأ هذا الجزء؟ أقرأ رقم واحد، يعني مو أجي أفصله، يعني ما أقول ثلاثة عدد صحيح وأربعة جزء من عشرة واثنين جزء من مئة، لا أقرأ كل سوى. هسه هذا الرقم من أنباوع، عشان نقرأ من نقرأ 42. زين من راح أقول 42 راح أقول 42 من عشرة لو من مئة؟ راح أقول 42 من مئة. ليش؟ لأن بما أنه الخانتين انملت، فمن أقرأ عدد الجزء كامل، يعني 42 من مئة. شو راح أقرأ هسه؟ حرجع أقرأ من البداية كله. ثلاث عدد صحيح واثنين وأربعين من مئة. إيش أقول؟ أقول من مئة لأن الخانتين انملت، قعدت بيها أرقام. ثلاث عدد صحيح واثنين وأربعين من مئة. لو كان عندي عدد مثلا اثنين فارزة، خلينا نقول هنا ثمانية، شلون أقرأ؟ شلون راح أقرأ؟ راح أقول اثنين عدد صحيح وثمانية من شنو؟ راح أقول وثمانية من عشرة، لأن أنا هنا إيش عندي؟ عندي فقط الجزء من عشرة، فتنقري الثمانية من عشرة. لو أخذت رقم ثاني، خلينا نقول خمسة فارزة، هنا إيش نقول؟ خلينا نقول خمسة وثلاثين. شلون راح أقرأ؟ راح أقول خمسة عدد صحيح وخمسة وثلاثين من شنو؟ إيش راح أقول؟ خمسة وثلاثين من عشرة لو من مئة؟ صارت عندي هنا مرتبتين، يعني الجزئين انملأ، فراح أقول من مئة راح أقول خمسة عدد صحيح وخمسة وثلاثين من مئة. ليش قلت من مئة؟ لأن الخانتين هنا انترست انملأت بها مرتبتين، الجزء من عشرة بي والجزء من مئة بي. زين لو ناخذ مثال لاخ، ناخذ أربعة عدد صحيح وخلي نقول هنا ايش عندي؟ صفر اثنين. نريد أقرأ، شلون راح أقرأ؟ هسه أني قبل ما أقرأ الأربعة قاعدة بالعدد الصحيح، بالجزء من عشرة إيش قاعد؟ قاعد الصفر، وبالجزء من مئة إيش قاعد؟ قاعد الاثنين. يعني هذا الجزء إيش بيه؟ خلص مليان مقبط مرتبتين، يعني من أجي أريد ألفظه، ما ألفظه من عشرة، ألفظه من مئة. ليش؟ لأن مرتبتين موجودة عندي، من موجودة عندي مرتبتين من ألفظه ألفظه من مئة، من موجودة عندي مرتبة واحدة من ألفظه ألفظه من عشرة. فهسه من أجي أريد أقرأ إيش راح أقول؟ أربعة عدد صحيح، هذا إيش دينقر الرقم كله؟ اثنين، مو دا أقرأ اثنين؟ لأن هذا الصفر ظهر الاثنين، فيقري أربعة عدد صحيح واثنين من مئة. مو أقول اثنين من عشرة لأن أشوف هنا أنا ماكو رقم، الصفر رقم، الصفر يعتبر رقم بالرياضيات. زين فرح ينقري أربعة عدد صحيح واثنين من مئة. هسه الكسور العشرية، إذا كان العدد الصحيح، العدد اللي قاعد بخانة الأعداد الصحيحة زين صفر، أقدر أقرأ الكسر بطريقتين، مثل هذا الكسر العشري، العدد الصحيح شنو إليه؟ صفر. راح أقرأ بطريقتين، الطريقة الأولى هي الطريقة القديمة اللي قرأنا بها الكسور السابقة، شو أقول؟ أقول صفر عدد صحيح وواحد من شنو؟ واحد من عشرة. ليش دا أقول من عشرة؟ لأن عندي مرتبة واحدة هنا، والعشرة تتكون من كم صفر؟ باعوا هذه العشرة، كم صفر بيها؟ بيها صفر واحد، مرتبة واحدة. فهنا إذا عندي مرتبة واحدة ألفظة من عشرة،
إذا عندي مرتبتين مش ألف ضا، ألف ضا من مئة. ليش من مئة؟ لأن المئة تتكون من كم صفر؟ من صفرين، يعتبر مرتبتين. فهذا راح أقرأ مثل الطريقة السابقة، صفر عدد صحيح وواحد من عشرة. زين، الطريقة الثانية شنية؟ إذا كان العدد الصحيح صفر، أقدر أتغاضى عن هذا العدد الصحيح، ما أقوله بما أنه هو صفر. فقط إذا كان صفر إيش أقول؟ أقول عشر، عشر واحد. زين، هنا شقره عشر واحد، أو أقدر أقول مثلاً إذا عندي ثاني مثل صفر عدد صحيح فارز اثنين، إيش أقرأ؟ أقول عشران. إيش أقول هنا؟ أقول عشر واحد. هنا شقره أقرأ عشران. زين، إذا عندي صفر عدد صحيح وثلاثة، إيش حقرأ؟ حقرأ ثلاثة أعشار. هاي إيش وقت؟ إذا كان الصفر، إذا كان العدد الصحيح صفر. زين، عندي بعد مثلا صفر فارزة أربعة، إيش حقرأ؟ حقرأ أربعة أعشار. يعني ما أقول صفر عدد صحيح وأربعة من عشرة، لا، أقول عشر واحد. هنا إيش أقرأ؟ عشران. هنا إيش أقرأ؟ ثلاثة أعشار. أتغاضى عن الصفر، أربعة أعشار. ممكن مثلا آخذ مثال لاخ، صفر فارزة خمسة، إيش أقرأ؟ خمسة أعشار. صفر فارزة ستة، إيش أقرأ؟ ستة أعشار. يعني هسه أقدر أقرأهم بالطريقتين، الطريقة الأولى صفر عدد صحيح وخمسة من عشرة، صفر عدد صحيح وستة من عشرة. الطريقة الثانية إيش أقول؟ أنا إيش عندي هنا؟ عندي مرتبة وحدة، يعني عشرة وحدة، يعني الصفر العشرة بها صفر واحد. فهنا إيش راح أقول؟ خمسة أعشار، ستة أعشار، صفر فاصلة سبعة، سبعة أعشار، أو صفر عدد صحيح وسبعة من عشرة. هاي شو وقت أقدر أقرأ بالطريقتين؟ إذا كان العدد الصحيح صفر. زين، هسه راح نتعلم شلون نكتب الكسور العشرية. راح نحل من أمثلة من فقرة أتأكد صفحة 143 وفقرة أحل صفحة 144. أكتب كل مما يأتي بصورة كسر عشري. أريد أمثل له الكسور العشرية، أكتب الهي. راح أبدي من نقطة ثلاثة للسهولة، إذا بديت من نقطة ثالثة أحلها راح تفتهمون الثانية الأولى والثانية. واحد صحيح وأربعة من عشرة. أول ما أجي أريد أكتب الكسور العشرية، أول شغلة أسويها أكتب صفر فارزة. أول شغلة أسويها أكتب صفر وفارزة. أجي هسه هنا أنا إيش راح أخلي؟ راح أخلي صفر واحد. ليش؟ لأن إيش ديقولي؟ ديقولي من عشرة، ذاكر لي كلمة عشرة، والعشرة كم صفر بيها؟ بيها صفر واحد. واحد صحيح، يعني هسه هذا الواحد لازم وين أروح أخليه؟ ساني عندي خانتين، هاي خانة الأعداد الصحيحة وهاي خانة الأجزاء العشرية. واحد صحيح، أشيل الواحد وين أخليه؟ أخليه بخانته بالعدد الصحيح، أكتب هنا أنا شنو هو؟ أكتب واحد. وأربعة من عشرة، أجي أكتب أربعة وين؟ على هذا الصفر اللي خليته. صار عندي واحد صحيح وأربعة من عشرة، واحد صحيح وأربعة من عشرة. زين، ثلاثة صحيح وعشر واحد. أول شغلة أسويها شو أكتب؟ أكتب صفر وفارزة. من أريد أكتب الكسر العشري، أول شيء أكتب صفر فارزة. إيش كاتب لي؟ عشر، يعني كلمة عشرة شو أخلي هنا؟ أخلي صفر واحد، لأن العشرة بها صفر واحد. ثلاثة صحيح، أروح أخلي بخانة الأعداد الصحيحة يا رقم، رقم ثلاثة، أجي أكتب هنا بخانة الأعداد الصحيحة رقم ثلاثة. وعشر واحد، أجي هنا شو أكتب بالصفر هذا؟ أكتب واحد. ليش؟ لأن يقول لي عشر واحد، أشيل الواحد أخليه على الصفر اللي كتبته. زين، هنا إيش يقول لي؟ يقول لي ستة أعشار. أول شغلة أسويها أكتب صفر وفارزة. زين، ستة أعشار، ذاكر لي عدد صحيح
هنا أنا ما عندي عدد صحيح، ما عندي أي كلمة عدد صحيح، لأن العدد الصحيح هنا أنا مكانه حيصير فارغ. إيش راح أخلي هنا؟ حخلي صفر واحد. ليش صفر واحد؟ لأن يعني كلمة أعشار يعني عشرة وحدة، وهاي الستة أشيلها وين أخليها؟ أخليها على هذا الصفر اللي كتبته، صارت صفر صحيح وستة من عشرة. أو قلنا نقدر نقرأ إذا الصفر، إذا العدد الصحيح صفر قيمته، أقدر أقرأ صفر صحيح وستة من عشرة أو ستة أعشار. زين، تسعة أعشار، أجي أول شيء شكتب صفر وفارزة. زين، هسه أجي أدور على العدد الصحيح، ما لقيته، أعوف مكانه فارغ. كلمة أعشار يعني شو أخلي؟ أخلي صفر واحد، وأشيل هاي التسعة وين أخليها؟ أخليها على الصفر اللي أنا كتبته، صارت صفر صحيح وتسعة من عشرة، أو أقرأ بطريقة ثانية تسعة أعشار. ليش؟ لأن الصفر هنا أنا أقدر أتغاضى عنه ما دام العدد الصحيح صفر، بس إذا كان العدد الصحيح مو صفر ما يصير، لازم أقرأ. يعني هنا أنا ما أقدر أقول أربعة أعشار وعوف الواحد، لا، واحد صحيح وأربعة من عشرة، أو واحد صحيح وأربعة أعشار. هسه نأخذ أمثلة ثانية. زين، ثمانية صحيح وسبعة وثلاثون من مئة. هو الشغلة يسويها أكتب صفر وشنو؟ وفارزة. إيش كاتب لي يا كلمة؟ كلمة مئة. إيش أخلي هنا كم صفر؟ صفرين، لأن المئة تتكون من صفرين. ثمانية صحيح، راح أشيل الثمانية وين أخليها؟ أخليها بخانة الأعداد الصحيحة، لأن دي يقول لي ثمانية صحيح. وسبعة وثلاثون، هاي السبعة وثلاثون وين أشيلها أخليها؟ أروح أشيلها أخليها بالصفرين اللي كتبتهم، صار عندي ثمانية صحيح وسبعة وثلاثون من مئة. شون ينقري؟ ثمانية صحيح وسبعة وثلاثون من مئة. ليش من مئة؟ لأن عندي مرتبتين. زين، مئة صحيح وثمانية من مئة، أجي أكتب صفر فارزة. إيش راح أخلي هنا كم صفر؟ حخلي صفرين. ليش صفرين؟ ليش كاتب لي؟ كاتب لي كلمة مئة، والمئة تتكون من صفرين. هسه أجي لازم أخلي هنا العدد اللي عندي بخانة الأعداد الصحيحة. مئة صحيح، هاي المئة لازم وين أجي أخليها؟ أخليها بخانة الأعداد الصحيحة، لأن دي يقول لي مئة صحيح، هاي أجي أكتب بخانة العدد الصحيح يا رقم، أكتب رقم مئة. زين، وهنا أنا أشرح أكتب وثمانية من مئة. زين، يعني هاي الثمانية لازم أجي أكتبها هنا. زين، راح أكتبها على هذا الصفر، لو على هذا الصفر، هذا الصفر جزء من عشرة، وهذا الصفر شو يمثل لي؟ جزء من مئة. هو ايش يقول لي؟ ثمانية من مئة، فأروح وين أخليها؟ للثمانية أروح أخليها على جزء من مئة، يحصير عندي مئة عدد صحيح. وش ينقري هذا؟ ثمانية من مئة. ليش قلت ثمانية من مئة؟ لأن هنا أنا كم مرتبة عندي؟ عندي مرتبتين. ستة وتسعون من مئة. زين، أجي أكتب له بالبداية، قلنا إيش نكتب له؟ نكتب له صفر وفارزة. أجي أدور على العدد الصحيح، ستة وتسعون من مئة، ما عندي أي عدد صحيح، فيبقى العدد الصحيح فارغ. هنا أنا إيش عندي يا كلمة؟ كلمة مئة، إيش أخلي كم صفر؟ أخلي الصفرين. زين، أشيل هاي الستة وتسعون وين أكتبها؟ أكتبها على هاي الصفرين اللي خليتها. إيش صار عندي؟ صار عندي صفر عدد صحيح وستة وتسعون من مئة، أو أقدر شقراها، أقراها ستة وتسعون من مئة. ستة وتسعون من مئة، يعني أقدر أتغاضى عن هذا الصفر، ما يعني أقدر ما أقوله ما دام العدد الصحيح صفر، أقدر أقرأ بطريقتين، صفر عدد صحيح وستة وتسعون من مئة، أو رأساً إيش أقول؟ ستة وتسعون من مئة. خمسة وثلاثون من مئة، أول شغلة إيش أكتب؟ أكتب صفر وفارزة. إيش كاتب لي؟ مئة. إيش أخلي هنا كم صفر؟ أخلي صفرين، لأن المئة بها صفرين. أدور على العدد الصحيح، عندي كلمة عدد صحيح؟ ما عندي، يبقى العدد الصحيح صفر. خمسة وثلاثون، هاي أشيلها، خمسة وثلاثون وين أكتبها؟ أكتبها هنا أنا على الصفرين اللي أنا كتبتها. إيش صار عندي؟ صفر عدد صحيح وخمسة وثلاثون من مئة، أو أقدر الصفر ما ألفظه، شو أقول؟ أقول خمسة وثلاثون من مئة، ما أقول خمسة وثلاثون أعشار. شلون هسه مثلا هاي صفر عدد صحيح وستة أعشار، هنا أنا عندي مرتبة واحدة أقدر ألفظ الأعشار، أقدر أقول ستة أعشار، وأقدر أقول صفر عدد صحيح وستة من عشرة، بس هنا أنا من عندي مرتبتين،
ما أقدر أقول 35 أعشار، هاين مرتبتين يعني مئات، يعني 100 بها صفرين. زين، فحقول صفر عدد صحيح وخمسة وثلاثون من مئة، أو شو أقول؟ أقول 35 من 100، عادي الصفر ما أذكره إذا كان الصفر عدد صحيح. هاي بالنسبة لقراءة الكسور العشرية. هسه نجي على موضوع مقارنة الكسور العشرية وترتيبها. احنا سابقا ماخذين مقارنة شنو؟ مقارنة الكسور الاعتيادية، يعني هنا عندي كسر اعتيادي وهنا كسر اعتيادي وقارن بيناتهم. هسه الكسور العشرية هم بها مقارنة، يعني هسه لازم اني بهذه الدائرة اخلي لها اما اكبر او اصغر او يساوي. زين، شلون راح اقارن بين الكسور العشرية؟ اول شغلة اجي اقارن بها بالكسور العشرية، بمين ابدي؟ أبدي من العدد الصحيح، أجي أشوف العدد الصحيح يا هو الأكبر. الثاني عندي كسرين عشرية، واحد ثلاثة عدد صحيح وستة من عشرة، والثاني اثنين عدد صحيح وستة من عشرة، من الأكبر؟ شلون راح أقارن؟ راح أروح على الأعداد الصحيحة. العدد الأول العدد الصحيح إلى شنو هو؟ ثلاثة، وهذا العدد الصحيح إلى شقد؟ اثنين. ليش إحنا؟ لأن قلنا إن الكسر العشري يتكون من فارزة عشرية، هذه الجهة شو يقعد بيها؟ يقعد بيها عدد صحيح، وهذه الجهة شو يقعد بيها؟ تقعد بيها الأجزاء، الجزء من عشرة والجزء من مئة. فأجي أشوف هنا أنا إش عندي عدد صحيح، هنا عندي ثلاثة، وهنا أنا إش عندي؟ هنا عندي اثنين. منو الأكبر؟ من ثلاثة لو الاثنين؟ أكيد شنو؟ أكيد ثلاثة أكبر. فش راح أخلي هنا أنا يا إشارة؟ إشارة الأكبر، يعني هذا الكسر العشري أكبر من هذا الكسر العشري. زين، نجي على الأمثلة الثانية. عندي الكسر العشري الأول 79 عدد صحيح، يعني هاي شنو؟ هاي خانة الأعداد الصحيحة، 79 عدد صحيح و 48 من 100. هنا العدد الصحيح مو اللي يكون من مرتبة واحدة بس آحاد، ممكن يتكون من آحاد وعشرات ومئات، يعني هنا العدد الصحيح مو إلا مثلا يكون عندي اثنين عدد صحيح مثلا وثلاثة من عشرة، لا، ممكن يصور عندي هنا 22 عدد صحيح وخمسة من عشرة. فالعدد الصحيح هنا ممكن يكون من مرتبتين، لأن الأعداد الصحيحة من صفر إلى ما لا نهاية. فهنا ايش عندي؟ 79 عدد صحيح وثمانية واربعون من مئة. ليش قلت 48 من 100؟ لأن هنا عندي مرتبتين لفظتها من 100. 79 عدد صحيح وأربعة وخمسون من 100. احنا قلنا من نبدي نقارن من جهة الأعداد الصحيحة. هذا العدد الصحيح إلى شقد؟ 79، وهذا العدد الصحيح 79، متساوين. شلون العددان متساوين؟ عادي أبقى أمشي. أنا قلت أبدي من جهة اليسار، أبقى أمشي من هذه الجهة. هسه العدد الصحيح متساوي، ما لي علاقة، أعوفه. أروح أعبر الفارزة، أروح على أول رقم بصف الفارزة أقارنه، لي أقارن الجزء من عشرة ويا من ويا جزء من عشرة. يعني من أجي أقارن بين العددين لازم أقارن بس يعني بالتسلسل، إذا هذا العدد الصحيح ويا العدد الصحيح، الجزء من عشرة مال هذا الرقم ويا من ويا جزء من عشرة مال هذا الرقم. فرح أجي هنا إيش عندي؟ هنا أنا عندي أربعة، أول رقم بعد الفارزة بصف الفارزة أربعة، وأول رقم بصف الفارزة خمسة. شو نسمي هذا؟ يا جزء، جزء من عشرة، وهذا يا جزء، جزء من عشرة. منو الأكبر؟ هنا عندي أربعة وهنا خمسة، إذا الخمسة أكبر والأربعة شبيهة، الأربعة أصغر. فهنا أنا راح أخلي يا إشارة؟ إشارة الأصغر، يعني هذا العدد شبيه أصغر من هذا العدد، هذا الكسر العشري أصغر من هذا الكسر العشري. نأخذ كسر ثاني، ثمانية عدد صحيح وخمسة من عشرة، وثمانية عدد صحيح وتسعة من عشرة. أجي من جهة اليسار أبدي من الأعداد الصحيحة، الثمانية بثمانية الأعداد الصحيحة متساوية، ما راح تفيدني. أروح أعبر الفارزة، أول جزء شو نسمي؟ جزء من عشرة. إيش عندي هنا؟ عندي تسعة، وهنا إيش عندي؟ هنا أنا عندي خمسة. من راح أجي أقارن؟ منو الأكبر؟ التسعة أكبر والخمسة شبيهة، الخمسة أصغر. فش راح أخلي هنا يا إشارة؟ راح أخلي إشارة الأصغر، يعني الكسر العشري 8 عدد صحيح و5 من عشرة أصغر من الكسر العشري 8 عدد صحيح و9 من عشرة. نأخذ مثال لاخ، 0 عدد صحيح و3 من عشرة و0 عدد صحيح و17 من 100. لازم هنا أنا بهاي الدائرة أخلي أكبر أو أصغر
أو يساوي لأن دا أقارن بيناتهم. زين أجي أباوع هنا أناش عندي؟ هنا أنا عندي كم مرتبة؟ مرتبتين. وهنا كم مرتبة عندي؟ مرتبة واحدة. قبل ما أقارن أساوي المراتب، شلون أساويها؟ أجي أخلي هنا أنا، هنا مو عندي مرتبة واحدة، هنا مرتبتين، أجي أخلي هنا أنا صفر حتى تصير عندي مرتبتين بمرتبتين. ليش؟ لأن هذا الواحد جزء من عشرة، وهاي الثلاثة قبل ما نحط الصفر شقد؟ جزء من عشرة. الجزء من عشرة موجود بالكسرين، بس هنا عندي سبعة بالجزء من مئة، وهنا أنا عندي فارغ ما عندي شيء بالجزء من مئة. إيش أخلي أني؟ أخلي صفر حتى يصير عندي هنا أنا جزء من عشرة وجزء من مئة، وهنا أنا جزء من عشرة وجزء من مئة. هسا أقارن الأعداد الصحيحة متساوية، هنا أنا صفر وهنا أنا صفر. وين أروح؟ أروح على الجزء من عشرة، هذا الجزء من عشرة الواحد، وهاي الثلاثة الجزء من عشرة. هنا أنا عندي ثلاثة وهنا أنا واحد، الثلاثة شبيهة أكبر من الواحد. هسا أبدي أحل أمثلة من فقرة أتأكد صفحة 149 ومن فقرة أحل صفحة 150. قارن بين الكسور العشرية مستعملا الرموز أكبر أصغر يساوي، يعني لازم هاي الدائرة أخلي لأما أكبر أو أصغر أو يساوي. شلون قلنا نقارن الكسور العشرية؟ من نبدي؟ نبدي من جهة اليسار. هسا مو هذا الكسر العشري، هاي جهة اليمين، وهاي شنو؟ جهة اليسار، يعني أجي أبدي من الأخير. زين، فعندي الكسر العشري الأول سبعة عدد صحيح وواحد وثمانون من مئة، الكسر الثاني صفر عدد صحيح وأربعة وتسعون من مئة، أو أقدر أقرأ أربعة وتسعون من مئة فقط، ما أقول الصفر. زين، أجي أباوع العدد الصحيح هنا شنو هو؟ هنا صفر وهنا شنو؟ وهنا سبعة. منو الأكبر؟ هنا السبعة أكيد أكبر، يعني أنا من أجي أقارن بالبداية أول شيء بالكسور العشرية منين أبدي؟ أبدي أول شيء أقارن الأعداد الصحيحة للكسرين، يعني آخذ عدد صحيح من هذا الكسر ويا عدد صحيح من هذا الكسر، وأجي أقارن بيناتهم. هنا السبعة وهنا الصفر، إيش بيها السبعة؟ السبعة أكبر، يعني هذا الكسر العشري أكبر من هذا الكسر العشري. هسه هنا ثلاثة عدد صحيح وستة من عشرة، وهنا اثنين عدد صحيح وسبعة من عشرة. وين أروح أباوع؟ أباوع وين؟ على الأعداد الصحيحة. هذا الكسر العدد الصحيح إلى شقد؟ ثلاثة، وهذا الكسر العدد الصحيح إلى اثنين. هنا أنا عندي ثلاثة يقابل عدد صحيح شقد؟ اثنين. منو الأكبر؟ الثلاثة أكبر. شو أخلي هنا أنا يا إشارة؟ إشارة الأكبر. فصار عندي هذا الكسر ثلاثة عدد صحيح وستة من عشرة أكبر من اثنين عدد صحيح وسبعة من عشرة. زين، هنا أنا عندي مية وواحد عدد صحيح واثنين من عشرة، وهنا أنا عندي مية وواحد، بس مية وواحد. إحنا إيش قلنا؟ قلنا الأعداد الصحيحة تكون من الصفر إلى ما لا نهاية وتجي وحدها، بس هاي المية وواحد شو تمثل لي؟ تمثل لي عدد صحيح. من أجي أقارن هنا أنا بالعدد الصحيح عندي مية وواحد، وهنا أنا بالعدد الصحيح إيش عندي؟ عندي مية وواحد متساوية. إذا متساويات لازم وين أروح أعبر؟ أروح أعبر على أعبر الفارزة على الجزء من عشرة، أول رقم بصف الفارزة إيش عندي هنا؟ هنا اثنين. زين، هذا إيش يعتبر؟ هذا يعتبر عدد صحيح. زين، لما أجي هذا العدد الصحيح أريد أكتبه على شكل كسر عشري، شو أخلي؟ أخلي فارزة وشو أخلي هنا؟ صفر، حتى يصير 101 عدد صحيح. يعني 101 وين قعدت؟ قعدت بالعدد الصحيح. فهنا أنا عندي اثنين، وهنا إيش عندي؟ عندي صفر. زين، منو الأكبر؟ الاثنين لو الصفر، إيش بيها الاثنين؟ الاثنين أكبر، بما إنه الأعداد الصحيحة متساوية. وين أروح هذا أقارن؟ أقارن الجزء من عشرة. زين، هنا أنا ما كان عندي جزء من عشرة، أنا خليته حتى أساوي المراتب. شلون خليته؟ أخلي فارزة وصفر، صار عندي اثنين بصفر، الاثنين أكبر فأخلي إشارة أكبر. مرات يطلب من عندي أقارن له بس باستخدام جدول القيمة المكانية. زين، أجي أرسم الجدول، شلون أرسمه؟ الجدول يتكون من خمس أعمدة، العمود اللي بالوسط الثالث يكون عمود صغير، يعني أنا بالبداية أقسم له، أرسم له بالبداية مربع أو مستطيل. زين، أقسم له هذا المستطيل من النص، أرسم عمود صغير. أجي هسه صار عندي جزئين، هاي الجزئين أجي أقسمهم، أرجع أرسم هنا خط وأجي أرسم هنا خط.
صار كم عمود عندي؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، زين خمس أعمدة. أجي هسه أوزع الخانات مال الأعمدة، زين إيش أخلي هسه بعض هذا العمود الصغير اللي قلت لكم نرسمه أول شيء إيش أخلي بيه؟ راح أخلي بيه الفارزة العشرية، زين يعني حاجة أسوي أني الهيكل مال الكسور العشرية. من شنو تتكون؟ تتكون من فارزة عشرية. هسه عندنا جزء اليمين وجزء اليسار. جزء اليسار من شنو يتكون؟ يتكون من أعداد صحيحة. العدد الصحيح قلنا العدد الصحيح من يبدي؟ يبدي من الصفر، ممكن صفر، ممكن واحد، ممكن اثنين، ممكن 12، ممكن 79، ممكن 35. يعني مو إلا العدد الصحيح يتكون من مرتبة واحدة، مرات العدد الصحيح من كم مرتبة يتكون؟ من مرتبتين، آحاد وعشرات. فأجي أنا هنا أنا شكتب؟ أكتب آحاد، وهنا أنا شكتب؟ أكتب عشرات. هيا خانة، خانة الأعداد الصحيحة، هنا أنا العدد الصحيح. هيا خانة، خانة الأجزاء العشرية، زين من شنو تتكون؟ بصف الفارزة بالضبط إيش عندي؟ عندي جزء من عشرة أو أعشار، زين بصف الجزء من عشرة إيش عندي؟ عندي جزء من مئة. هسه أجي أخلي الأعداد اللي عندي، أجي وين أخليهن؟ أخليهن بالجدول. نجي للعدد الأول اللي هو الصفر عدد صحيح وخمسة من عشرة. أجي راح أجي أنزل بالبداية شنو؟ أنزل الفارزة، هاي الفارزة نزلتها. إيش عندي العدد الصحيح هنا؟ هنا عندي صفر. إيش عندي هنا كم مرتبة؟ مرتبة واحدة يعني آحاد. وين راح أجي أخليه؟ أخليه بالآحاد، زين؟ إيش عندي هنا؟ عندي خمسة، عندي رأسا خمسة ورا الفارزة، وين أجي أخليها؟ أخليها هنا. صار عندي صفر عدد صحيح وخمسة من عشرة، هذا العدد الأول. العدد الثاني صفر عدد صحيح وستة من عشرة. أجي أنزل بالبداية منو؟ أنزل الفارزة، هاي الفارزة نزلتها. إيش عندي هنا؟ عندي بالعدد الصحيح صفر، مرتبة واحدة يعني آحاد، وين أجي أخليه؟ أخليه بالآحاد. هسه إيش عندي هنا بالأجزاء؟ عندي ستة مرتبة واحدة يعني يا جزء، يعني جزء من عشرة، وين أجي أخليه؟ الستة أخليها بالجزء من عشرة مثل ما هي بصف الفارزة. هسه من أجي أريد أقارن الآحاد، الأعداد الصحيحة الآحاد صفر بصفر متساوية، زين هنا إيش عندي بالجزء من عشرة؟ هنا عندي خمسة وهنا ستة، منو الأكبر؟ الخمسة لو الستة؟ أكيد الستة أكبر، إذا هذا العدد شبيه صفر عدد صحيح وستة من عشرة أكبر من صفر عدد صحيح وخمسة من عشرة. يعني إشارة إيش راح أخلي هنا يا إشارة؟ إشارة الأصغر، يعني أقدر أقول له صفر عدد صحيح وخمسة من عشرة أصغر من صفر عدد صحيح وستة من عشرة، أو صفر عدد صحيح وستة من عشرة أكبر من صفر عدد صحيح وخمسة من عشرة. هذا العدد الأول. هسه أجي للعدد الثاني، الكسرين الثانيين. أجي بالبداية أجي على العدد الأول، 79 عدد صحيح وفا 79 عدد صحيح و 54 من 100. أول ما أجي أكتب؟ أكتب الفارزة، أجي أنزلها وين؟ بخانة الفارزة، هاي الفارزة. هسه هذا ما لنا علاقة بيه الأول، خلاص انتهينا منه، زين هاي الفارزة. هسه أجي على العدد الصحيح، منو عندي عدد صحيح؟ 79، من كم مرتبة متكون؟ من مرتبتين آحاد عشرات. التسعة يا مرتبة مرتبة الآحاد، والسبعة العشرات. راح أجي أكتب التسعة وين؟ بخانة الآحاد، والسبعة بخانة العشرات. هسه أجي على الجزء الأجزاء العشرية، أجي هنا أنا عندي خمسة جزء من عشرة والأربعة جزء من مئة. هنا أنا إيش راح أكتب؟ راح أكتب الخمسة بخانة الجزء من مئة، وهنا إيش حكتب؟ حكتب هنا أنا الخمسة أكتب، وهنا أنا أكتب الأربعة. هسه صار عندي 79 عدد صحيح وأربعة وخمسون من مئة. أجي على العدد الثاني نفس الحالة، 79 آحاد عشرات، أنزل الفارزة. إيش عندي هنا؟ عندي 48، الأربعة بيا جزء بالجزء من عشرة، والثمانية بالجزء من مئة. هسه من أجي أريد أقارن بيناتهم، أجي أباوع الأعداد الصحيحة، آحاد وآحاد متساوي، عشرات متساوية، إذا الأعداد الصحيحة متساوية 79 بـ 79. هسه أجي أقارن من هنا، هنا عندي خمسة وهنا أربعة، منو الأكبر؟
الخمسة أكبر من الأربعة، إذا هنا هذا العدد شبيه أكبر من هذا العدد، فش راح أخلي هنا يا إشارة؟ راح أخلي إشارة الأكبر. هسه يريدني أرتب له الكسور العشرية من الأكبر إلى الأصغر أو من الأصغر إلى الأكبر، بس شي يريد باستعمال جدول القيمة المكانية، فأجي بالبداية أرسم له جدول القيمة المكانية. قلنا شلون نرسمه؟ نرسم بالبداية مستطيل، هذا مستطيل راح أرسمه. نرسم بالبداية مستطيل، هذا المستطيل راح أقسمه من الوسط بعمود، هذا العمود يكون صغير، هذا العمود يكون بهذا الشكل. ليش؟ لأن هذا العمود للفارزة العشرية. هسه هذا الجزء أقسمه بخط، وهذا الجزء شو أسوي له؟ أقسمه بخط. صار عندي كم خانة؟ خمس خانات، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس. هسه أجي شو أكتب؟ أكتب أسماء الخانات. شلون اكتب هالاسماء الخانات؟ ايش عندي اني هنا؟ عندي هذا العمود الصغير اللي سويناه لمن؟ للفارزة العشرية. هسه يسار الفارزة ايش عندي؟ عندي الاعداد الصحيحة تتكون من شنو؟ الاعداد الصحيحة تتكون من احاد وتتكون من عشرات، لان يعني العدد الصحيح ممكن يتكون من مرتبتين. نجي على الاجزاء، عندي جزء من جزء من عشرة، وايش عندي؟ وعندي جزء الثاني شبيه اسمه جزء من 100. هسه اجي ارتب الاعداد وين بالجدول مع قيمة المكانية، واجي اقارن. نجي على العدد الاول، اول شيء اكتب؟ اكتب الفارزة العشرية. زين، هاي الثمانية وين صايرة؟ بيا خانة، بخانة الاعداد الصحيحة، ومرتبة وحدة. يعني شنو هاي الثمانية؟ الثمانية احاد، وين اخليها؟ جوا الاحاد. هسه الثلاثة وخمسين، اجي على الخمسة، عندي جزء من عشرة جزء من مئة، الخمسة وين أجي أخليها؟ بالجزء من عشرة. والثلاثة وين أخليها؟ بالجزء من مئة. زين، هسه أجي على العدد الثاني، العدد الأول كتبته ثلاثة عدد صحيح، الثلاثة أنزل الفارزة، الثلاثة وين صايرة؟ بيا خانة، خانة الأعداد الصحيحة، وكم مرتبة؟ مرتبة واحدة، يعني آحاد، أخليها جوا الآحاد. زين، هسه السبعة وين قاعد؟ بالجزء من عشرة، فأجي أكتب السبعة وين؟ جوا خانة الجزء من عشرة. والواحد وين قاعد؟ قاعد بالجزء من مئة، أجي أكتب الواحد وين؟ بالجزء من مئة. نجي على العدد الثالث، أربعة وثلاثين عدد صحيح، أجي بالبداية أكتب الفارزة، هاي الفارزة كتبتها، أربعة وثلاثين عدد صحيح متكون من كم مرتبة؟ من مرتبتين، آحاد عشرات. الأربعة شو تمثل لي؟ تمثل لي الآحاد، أكتبها بالآحاد. الثلاثة شو تمثل لي؟ تمثل لي عشرات، أكتبها بالعشرات. نجي هسه الخمسة شو تمثل لي؟ الجزء من عشرة، أجي أكتبها بالجزء من عشرة. والسبعة تمثل لي الجزء من مئة. نجي على العدد الرابع، أربعين عدد صحيح متكون من آحاد وعشرات، يعني الصفر وين قاعد؟ قاعد بالآحاد. والأربعة وين؟ الأربعة بالعشرات، أنزل الفارزة، السبعة بالجزء من عشرة، والثمانية وين؟ بالجزء من مئة. هسه أجي أقارن بيناتهم، شلون أقارن من هو شي يريد أرتبهم من الأصغر للأكبر؟ أجي من أجي أريد أقارن بالبداية، أقارن بالأعداد الصحيحة، جهة الأعداد الصحيحة. زين، أول شي أبغى جهة الأعداد الصحيحة ما متساوية، أساويها شلون؟ إيش أخلي؟ أخلي صفارة، هنا أنا عندي مرتبة وهنا مرتبة، وهنا ايش عندي؟ مرتبتين، راح اخلي هنا أنا صفر، وهنا ايش اخلي؟ هنا صفر، حتى اساوي صار عندي مرتبتين، هاي الجزئين متكون من مرتبتين. اجي الاعداد الصحيحة، هنا ايش عندي؟ هنا أنا عندي ثمانية، وهنا عندي ثلاثة، وهنا ايش عندي؟ ايش ينقري؟ بالآحاد أربعة، وبالعشرات ثلاثة، صفر بالآحاد، وبالعشرات شنو؟ بالعشرات أربعة، ثمانية ثلاثة، أربعة وثلاثين، أربعين. منو الأكبر بيهم؟ الأربعين أكبر، إذا ما رح يفيدني، أنا أريد من الأصغر للأكبر. زين، عندي ثمانية بثلاثة بأربعة وثلاثين، هنا الأربعة وثلاثين شبيهة أكبر من عندهم، ما حتفيدني. عندي ثمانية بثلاثة، منو الأصغر؟ الثلاثة أصغر، والثمانية شبيهة أكبر، إذا مش حاخذ؟ هاخذ هذا العدد اللي هو شنو هو؟ ثلاثة عدد صحيح فارزة
71 وين أخليه؟ أخليه أول واحد، يعني هذا شبيه، هذا دا رتبه من الأصغر للأكبر، هذا أصغرهم. هسه هذا العدد شبيه خلصت من عنده. أجي هسه على هايش عندي؟ عندي 8 ب34 ب40، منو الأصغر منهم؟ أكيد الثمانية، فهاخذ هذا العدد 8 فارزة 53 أكتبه ثاني واحد. هسه هذا العدد شبيه خلصت منه. هسه أجي بقالي هنا عندي 34 ب40، منو الأصغر؟ 34 أصغر من 40، فأجي أكتب فارزة، أنزل 34 عدد صحيح فارزة 57، وآخر شيء شو بقالي؟ يبقالي 40 عدد صحيح و78. رتبت الهيام من شنو؟ رتبت الهيام من الأصغر للأكبر باستعمال جدول القيمة المكانية. شلون أرتبه؟ بالبداية أروح أباوع على الأعداد الصحيحة، أجي أقارنهم بالآحاد، عندي 8 بالعشرات 0، إيش ينقري؟ ينقري 8، إيش ينقري؟ ينقري 3، هذا إيش ينقري؟ 34، وهذا 40، أصغرهم لـ3، بعدين لـ8، بعدين الـ34، وبعدين الـ40، رتبت الهيام من الأصغر إلى الأكبر. نجي هسه على موضوع ثاني، اللي هو شنو هو هذا الموضوع؟ تحويل الكسور الاعتيادية إلى كسور عشرية، وبالعكس الكسور العشرية إلى كسور اعتيادية. راح أبدي بالبداية، إذا عندي كسر عشري شلون أحوله إلى كسر اعتيادي؟ يعني أحوله إلى كسر يتكون من بسط ومقام. هسه هذا، هاي طبعا الأمثلة من فقرة أتأكد وأحل صفحة 152 وصفحة 153، هي موجودات سوي، حاطين إياهن صفحة 152، هاي صفحة 152، ايش حاط ليها؟ وحاط ليها سوي الكسور الاعتيادية والكسور العشرية تحويلها. أنا فصلتها بالبداية، حشرح الكسور العشرية شلون أحولها إلى كسور اعتيادية، وبعدين الكسور الاعتيادية شلون أحولها إلى عشرية. نجي هسه عندي كسر عشري، هذا شنو هو كسر عشري؟ شلون عرفت؟ عرفته من الفارزة. شلون أحوله إلى كسر اعتيادي يتكون من شنو؟ من بسط ومقام. أجي بالبداية ايش أخلي؟ أخلي خط الكسر، زين؟ هذا الكسر العشري، هاي الخانة خانة الأعداد الصحيحة، وهاي يا خانة خانة الأجزاء العشرية. يعني هنا أنا من عندي عدد صحيح إذا أريد أكتبه كسر يتكون من بسط ومقام، العدد الصحيح بالكسر وين أخليه؟ إحنا مو أخذنا الأعداد الكسرية، قلنا الأعداد الكسرية تتكون من مثلاً 3 عدد صحيح وواحد على 2، وين نخلي العدد الصحيح؟ نخليه على يا جهة، جهة اليسار، زين؟ فبالبداية أجي أخلي له خط كسر. أجي هنا أنا إيش عندي عدد صحيح؟ عندي 0، فما أكتبه، زين؟ هاي الستة أشيلها وين أخليها؟ أخليها بالبسط، زين؟ المقام إيش راح أخلي له؟ الستة كم مرتبة؟ مرتبة واحدة، إذا مرتبة واحدة أخلي بالمقام 10، زين؟ إذا عندي مرتبة واحدة إيش أخلي بالمقام؟ 10، زين؟ نأخذ مثال لآخر، 0 عدد صحيح و90 من 100، شلون راح نكتبه؟ أجي بالبداية أخلي خط كسر، زين؟ أباوع، عندي عدد صحيح 0، ما أكتب عدد صحيح، لأن هاي الخانة هنا هي خانة العدد الصحيح، بس ما أكتبه ليش؟ لأن 0. أجي هسه هاي التسعة أشيلها وين أخليها؟ التسعين، هاي التسعين كلها أشيلها وين أخليها؟ أخليها بالبسط، زين؟ المقام إيش راح أخلي بيه؟ راح أخلي بيه 100. ليش خليت 100؟ لأن كم مرتبة، كم خانة عندي؟ كم مرتبة عندي؟ مرتبتين. إذا عندي مرتبتين شو أخلي بالمقام؟ أخلي 100، وإذا عندي مرتبة واحدة شو أخلي بالمقام؟ أخلي 10. مثال لآخر، أخلي خط كسر، عدد صحيح 0، يعني يبقى هنا فارغ، ما أخلي عدد صحيح، زين؟ هاي الـ60 أشيلها وين أخليها؟ أخليها بالبسط. إيش راح أخلي هنا بالمقام؟ 10 لو 100؟ راح أخلي 100. ليش خليت 100؟ لأن هنا إيش عندي؟ كم مرتبة؟ عندي مرتبتين، إذا مرتبتين أخلي 100. نجي على هذا العدد الثاني، 6 عدد صحيح وواحد من 10، إيش أخلي؟ أخلي خط كسر، زين؟ هذه الخانة بالكسور العشرية خانة، خانة الأعداد الصحيحة، يعني هسه هاي الستة شو تمثل لي؟ تمثل لي عدد صحيح. من أجي العدد الصحيح أريد أكتبه بالكسور، وين أكتبه؟ أكتبه على هذه الجهة، إحنا مو قلنا العدد الصحيح بالكسور ينكتب من هنا على جهة اليسار.
هسه هذا الواحد اجي وين اخليه؟ اخليه بالبسط. زين المقام ايش اخلي بيه؟ ايش عندي هنا كم مرتبة؟ عندي مرتبة واحدة، ايش راح اخلي بالمقام؟ راح اخلي 10. يعني من اريد احول الكسور العشرية الى كسور اعتيادية حيصير عندي المقام اما 10 او 100، ما يصير غيره، اما 10 او 100. شو وقت اخلي 10 اذا كان عندي مرتبة واحدة؟ وش وقت اخلي 100 اذا كان عندي كم مرتبة؟ مرتبتين. زين نيجي على المثال الاخر، اخلي خط كسر. هاي السبعة وين قاعدة؟ بالعدد الصحيح. وين راح اخليها؟ اخليها بخانتها بالعدد الصحيح. زين هنا ايش عندي؟ عندي تسعة، راح اشيلها. وين اخليها التسعة؟ راح اخليها بالبسط. زين ايش راح اخلي بالمقام؟ 10 لو 100 راح اخلي 10. ليش؟ لان ايش عندي هنا؟ عندي تسعة، عندي مرتبة واحدة، فاذا مرتبة واحدة اخلي 10. ناخذ مثال لاخر، خلي خط الكسر واحد صاير بالعدد الصحيح. وين راح اخلي الواحد؟ اخليه هنا بالعدد الصحيح. 25 راح اجي اشيلها. وين اخليها؟ اخليها بالبسط. المقام ايش راح اخلي بيه؟ راح اخلي بيه 100. ليش خليت 100؟ لان هنا أنا عندي مرتبتين. اذا من اجي اريد احول الكسر العشري الى كسر اعتيادي لازم احوله الى كسر اعتيادي مقامه يكون اما 10 او 100. وشلون احوله؟ عندي اني بالكسر العشري خانتين، خانة الأعداد الصحيحة وخانة الأجزاء. العدد الصحيح أشيله وين أخليه بالكسر العشري؟ على جهة اليسار. نجي على الأجزاء، إيش عندي أني بالأجزاء؟ كم مرتبة؟ كلها أشيلها وين أخليها؟ بالبسط. يعني هسه هنا أنا عندي ستة، بس ستة بجزء اليمين بالأجزاء العشرية، أجي أخليها بالبسط. هنا أنا إيش عندي؟ عندي تسعين، أشيل هاي التسعين كلها وين أخليها؟ أخليها بالبسط. زين هاي إذا دا أحول الكسور العشرية إلى كسور اعتيادية. هسه إذا دا أحول الكسور الاعتيادية إلى كسور عشرية، طبعا الكسور الاعتيادية إذا كان مقامها 10 أو 100 وأريد أحولها إلى كسر عشري، يعني شو أحولها إلى كسر عشري؟ أحولها إلى كسر يتكون من شنو؟ من فارزة عشرية. شوفوا شلون هحولها. هنا أنا إيش عندي؟ قلنا أول ما أجي أكتب صفر وفارزة، إيش عندي هنا أنا؟ عندي 10، إيش أخلي هنا؟ أخلي صفر واحد. هسه أجيب هاي السبعة وين أخليها؟ أخليها على جهة اليمين على الصفر اللي خليته. مو أجي السبعة أكتبها هنا أنا، لا، أجي أكتبها، أكتب البسط وين؟ أجي أشيل البسط أكتبه على جهة اليمين. زين أشيل الأربعة أخليها هنا على جهة اليمين، مو على جهة اليسار. زين لأن هاي جهة اليسار هي جهة الأعداد الصحيحة، يعني هنا أنا لو عندي عدد صحيح مثلا واحد أشيله وين أخليه؟ أشيله أخليه هنا، يكون مكانه هنا. زين فهسه عندي 18 على 10، أكتب صفر فارس، إيش عندي؟ 10، إيش أخليه؟ أخلي صفر واحد. زين هنا أنا عندي 18 وأنا عندي صفر واحد، شلون هسه أنا إيش راح أسوي؟ أنا عندي هنا مرتبتين وهنا أنا عندي صفر واحد مرتبة واحدة، شلون راح أكتب 18؟ راح أشيل الثمانية أخليها على أول صفر. شو يبقى من الثمانية من 18؟ بقالي واحد، أروح أشيله وين أخليه؟ أخليه على الصفر اللي أعبره من الفارزة. يعني هسه أنا كان عندي صفر واحد فأخلي بيه مرتبة واحدة اللي هي الثمانية، اللي يبقى روح عبر الفارزة واخليه ورا الفارزة. زين 80 على 100 اجي شكتب؟ اكتب صفر وفارزة. عندي 100 شخلي كم صفر؟ اخلي صفرين. هسه هاي 80 اشيلها وين اكتبها؟ اشيلها اكتبها على هاي الصفرين، اكتب له 80. صار عندي 80، صفر على صحيح و80 من 100. زين لو كان عندي 2 عدد صحيح و5 على 10، شلون راح اكتبها؟ راح اجي اكتب له صفر فارزة، ايش عندي هنا؟ أنا عندي 10، ايش اخلي؟ اخلي صفر واحد. زين هاي الاثنين هي شنية؟ شو تمثل لي؟ تمثل لي العدد الصحيح. اروح اشيلها وين اخليها؟ اخليها بخانة الاعداد الصحيحة. اجي هنا ايش اكتب؟ اكتب 2. هاي الخمسة البسط اشيلها وين اخليها؟ الخمسة أخليها على هذا الصفر اللي كتبته على جهة اليمين. هاي إذا أحول الكسور الاعتيادية إلى كسور
عشرية. إذا كانت هاي الكسور طبعاً مقاماتها 10 أو 100، زين. إذا كانت عندي كسور اعتيادية أريد أحولها كسور عشرية بس مقامها ما كان 5، ما كان 10 ولا 100، شلون؟ لازم أني أسوي مقامها أما 10 أو 100. يعني سهل 2 على 5 أريدني أحول هي كسر عشري، ما أقدر أحول هي كسر عشري ومقامها 5، لازم أحول مقامها أما 10 أو 100. زين شلون راح أحول مقامها؟ أروح على هذا 5 بالمقام، أقول بشنو أضربها على مود تصير 10؟ 5 بشنو أضربها وتصير 10؟ أضربها في 2. زين ما أضرب بس 5 في 2، لا أروح أصعد 2 للبسط بيش أضربها؟ أضربها همتين في 2، حيصير عندي 2 في 2 4، 5 في 2 10، صار عندي كسر اعتيادي مقامه 10. هسا أقدر أحوله كسر عشري، شلون؟ شو أقول له؟ أقول له يساوي، أكتب شلون أحول الكسر الاعتيادي إلى كسر عشري، أكتب 0 فارزة. ش عندي هنا؟ أنا عندي 10، شو أخلي؟ أخلي 0 1. راح أشيل هاي الأربعة بالبسط، وين أخليها؟ أخليها على هذا الصفر اللي خليته، يعني البسط كله ينشال، وين ينحط؟ ينحط بجهة اليمين، يمين الفارزة. وإذا عندي هنا أنا عدد صحيح أشيله، وين أخليه؟ أخلي يسار الفارزة. 11 على 5 لازم أحوله كسر عشري، أباوع مقامه 5، مقامه لا 10 ولا 100، شلون؟ أنا أحول مقامه إلى 10، أروح أضرب 5 في رقم يسويها 10، أضربها في شقد؟ أضربها في 2، ما أضرب بس 5 في 2، شو أضرب؟ أضرب 11 هم، ويساوي 11 في 2 22، 5 في 2 10، صار عندي 22 على 10. شلون راح أحولها؟ راح أكتب 0 وفارز. إيش عندي هنا؟ عندي 10، شو أخلي هنا؟ أخلي 0 1، يعني عندي 10. هسا شلون راح اكتب هاي السهانة؟ هاي 22 لازم اجي اشيلها اخليها هنا، بس انا هنا انا حطيت 0 1 لازم اخلي مرتبة وحدة، فش اسوي؟ اشيل 2 اخليها على هذا الصفر، شو بقى من 22؟ بقت هاي 2، اروح اعبر الفارزة وش اسوي لها؟ واخليها لل 2. زين يعني اذا كان عندي هنا انا البسط شبيه متكون من مرتبتين وانا عندي 10، لازم هنا مرتبة وحدة فأقسمها لهاي المرتبتين، أخلي 2 مرتبة واحدة على هذا الصفر، ويبقى وين أوديه؟ أعبر الفارزة وأخليه على جهة اليسار. نجي ناخذ مثال لاخ، عندي 27 على 20، لازم هذا البسط إيش أحوله المقام؟ لازم المقام أحوله إلى 10 أو 100، ليش؟ لأن ما يصير أني أحول كسر اعتيادي مقامه مو 10 إلى كسر 20 ولا 100. فهاي العشرين لازم أسويها لو 10 لو 100، أصلاً العشرين شبيها أكبر من العشرة، عابرة العشرة، فراح أحولها لازم إلى شنو؟ لازم إلى 100. زين هاي العشرين بيش أضربها وتصير 100؟ 20 فيش قد 100؟ زين هذا الصفر خلينا نقول ما لنا علاقة به. الاثنين بيش أضربها وتصير 10؟ 2 في 5، أضربها فيش قد؟ في 5. زين من أجي أضرب 20 فيش قد؟ في 5، 5 في 0 0، 5 في 2 10، شو يطلع لي؟ يطلع لي 100. إذا العشرين حتى تصير 100 بيش أضربها؟ أضربها في 5. أروح لل 27 بيش أضربها؟ أضربها في 5، ويساوي لي 20 في 5 100، 27 في 5 أجي أضرب له 27 في 5 ضرب عمودي، هاي 5 راح تنضرب بالسبعة وراح تنضرب بالاثنين، 5 في 7 35، 5 و3 باليد، 5 في 2 10، ما اجي اكتب هنا 10، 5 في 2 10 زائد 3 13، شو يطلع لي؟ يطلع لي 135، لازم شو احولها؟ لازم أحولها كسر عشري، شكتب 0 وفارزة. هنا أنا شرح أخلي كم مرتبة؟ أخلي صفرين، ليش؟ لأن هنا أنا عندي 100، يعني أخلي هنا أنا صفرين. زين
هاي 135 ثلاث مراتب، واني عندي لازم هاي 35 اشيلها على هاي الجهة اخليها، وهنا انا ايش عندي مرتبتين، شلون؟ راح اجي اكتب الخمسة على اول صفر بالسرع، والثلاثة على ثاني صفر. هذا الواحد اللي يبقى وين اجيب اخليه؟ اجيبه عبر الفارزة واخليه هنا أنا. يعني من عندي مراتب ما تكفي، الرقم اللي يبقى وين اخليه؟ اخليه على جهة اليسار، يسار الفارزة. هسه نجي على درس جديد اللي هو شنو هو؟ عندنا الزوايا، صفحة 162. نجي راح نتعرف على الزوايا، يعني شنو زاوية ويعني شنو وشنو أنواع الزوايا. الزاوية من عندي خطين، قطعتين مستقيم، يعني خطين مثلا هسه هذا قطعة مستقيم زين، وهاي قطعة مستقيم. هذول القطعتين المستقيم أو الشعاعين من يجون يلتقون سوى، مثلا هاي هذا قطعة المستقيم تجي تلتقي ويا هاي قطعة المستقيم بهذا الشكل، من يجون يلتقون سوى هاي نقطة الالتقاء مالتهم مش حتكون لي؟ حتكون لي زاوية زين. إذا الزاوية تتكون نتيجة التقاء قطعتين مستقيم، طبعا هاي قطعتين المستقيم ممكن تلتقي يلتقون مع بعضهم بأي شكل من الأشكال، ممكن يلتقون بهذا الشكل، ممكن هاي قطعة المستقيم تجي وهاي قطعة المستقيم تجي ويلتقون بهذا الشكل زين، ممكن يلتقون بشكل أفقي اثنيناتهم يلتقون بهذا الشكل زين. فراح نجي نتعرف على أنواع الزوايا حسب التقاء قطع المستقيم مع بعضها زين. إذا عندي قطعة مستقيم مثلا هاي قطعة مستقيم التقت ويا قطعة مستقيم ثانية بهذا الشكل، يعني صار التقائهم من التقوا كش كونوا لي هذا الشكل زين. راح تتكون عندي زاوية، شو اسميها؟ اسميها زاوية قائمة. راح تتكون عندي زاوية قائمة، هاي الزاوية القائمة اميزها شلون؟ اميزها بهذا المربع، حصير هاي الزاوية على شكل شنو؟ على شكل مربع. هاي الزاوية القائمة شو يكون قياسها؟ يكون قياسها 90 درجة. إذا المستقيمين اللي عندي قطعتين المستقيم التقوا بشكل عمودي، يعني واحد بهذا الشكل أفقي والثاني عمودي عليه، شو راح تتكون؟ حتتكون زاوية عندي قائمة. شو أسميها هاي الزاوية؟ أسميها قائمة. إيش قد قياسها؟ قياسها 90 درجة. مو شرط تكون الزاوية القائمة من هذه الجهة، ممكن الزاوية القائمة يكون اتجاهها من هاي الجهة. هذا قطعة المستقيم راح تلتقي ويا هذه قطعة المستقيم الثانية، كونولي زاوية، هاي الزاوية شو اسمها؟ زاوية قائمة. شو تكون على شكل شنو؟ على شكل مربع. ايش قد قياسها؟ قياسها 90 درجة. اذا الزاوية الاولى ايش اسميها؟ الزاوية القائمة، تكون بهذا الشكل زين. هاي القطع المستقيم لو يجون يلتقون مو بهذا الشكل، لا هذا المستقيم شبيه، هذا المستقيم يميل اكثر، يعني مثلا يجون عندي هذه قطعة المستقيم الاولى، المستقيم الثاني اجى التقى ويا هذا المستقيم الاول بس بهذا الشكل، التقوا بهذا الشكل. يعني هسه أنا إيش صار عندي؟ صارت عندي زاوية، هاي نقطة التقاء المستقيمين. إحنا قلنا المستقيمين من يلتقون، من يشكلون واحد ويا البعض، راح يصير عندي زاوية، هاي نقطة التقاء المستقيمين، هاي الزاوية. هاي الزاوية إيش راح يصير اسمها؟ راح يصير اسمها زاوية حادة زين. شلون يصير شكلها؟ يصير شكلها بهذا الشكل. شو تكون؟ تكون أقل من القائمة، بس هاي مو القائمة. شو يكون؟ يكون المستقيم عمودي زين. الحادة شو يكون؟ المستقيم، المستقيم العمودي راح يميل، راح تصغر، راح تنسد هذه الزاوية، تنسد بهذا الشكل. شو راح يصير اسمها؟ يصير اسمها زاوية حادة زين. أنا عندي القائمة 90 درجة، الحادة ايش قد؟ الحادة حتكون أقل، قياس حيكون أقل من 90 درجة. ليش أقل من 90 درجة؟ لأن المستقيم، هاي القائمة كان المستقيم بهذا الشكل، بعدين المستقيم شبيه صغر مال،
فصار بهذا الشكل، صارت عندي من التقوا المستقيمين بهذا الشكل كونوا لي نوع ثاني من الزوايا، شو اسمه؟ اسمه الزاوية حادة. زين، طبعا الزاوية الحادة مو الا يكون من هذه الجهة، ممكن شو تكون؟ تكون من هذه الجهة. هسه ناخذ أمثلة أخرى بالكتاب على أنواع على أشكالها. زين، إذا المستقيم القطعتين المستقيم التقوا بهذا الشكل، هذا قطعة المستقيم الأولى وهذه قطعة المستقيم الثانية التقت بالأولى بس بهذا الشكل. زين، يعني المستقيم قائمة كانت قائمة، بعدين ايش بيه هذا المستقيم؟ صغر مال شوية صارت حادة. زين، ممكن يلتقون بهذا الشكل، ممكن المستقيم هذا ما يميل لهذه الجهة، ممكن شي يميل لهذه الجهة، راح تتكون من نقطة التقاهم زاوية. زين، شو راح اسميها هاي الزاوية؟ راح اسميها زاوية منفرجة، حيصير شنو اسمها؟ منفرجة. شو يكون قياسها هاي المنفرجة؟ حيكون قياسها أكبر من 90، حيكون قياسها أكبر من 90 درجة. يعني هذه كانت قائمة كانت 90 درجة. زين، هذا المستقيم مال هذيك الجهة كبر، ايش راح يصير؟ راح يصير أكبر، قياسها أكبر من 90 درجة. هذا الشكل يا شكل الزاوية المنفرجة. ممكن شو يكون يا اتجاه؟ ممكن تكون الاتجاه الأسفل. ممكن الزاوية المنفرجة أرسمها بهذا الشكل. هسه هذه قطعة المستقيم. زين، ممكن أجي أرسمها بهذا الشكل، يعني مو إلا الزاوية المنفرجة يكون شكلها هيج، ويكون اتجاهها يكون مختلف. فهاي الزاوية ايش أسميها؟ أسميها زاوية منفرجة. الزاوية الأولى قائمة، شو تكون؟ يكون أحد المستقيمين عمودي على الآخر. الزاوية الثانية اسمها حادة، شو يكونون المستقيمين؟ يكونون يعني يكونون مسافة قريبة من بعضهم. زين، الزاوية الثالثة شو اسميها؟ زاوية منفرجة. المستقيمين شو يكونون؟ يكونون ملتقين بنقطة بس بعيدين، متنافرين، اكو بيناتهم تنافر. زين، إذا المستقيمين التقوا بصورة مستقيمة، احنا مو طبعا هذا شو نسميه احنا؟ هذا الخط، هذا الخط احنا نسميه عمود، وهذا الخط شو نسميه؟ نسميه خط مستقيم. زين، المستقيمين التقوا واحد ويا الثاني بس بشكل مستقيم، مثلا التقوا بهذا الشكل، هذا المستقيم الأول قطعة المستقيم الأولى التقت ويا قطعة المستقيم الثانية بشكل مستقيم، بشكل أفقي بهذا الشكل، راح تتكون نقطة التقاهم زاوية. بس هاي الزاوية ايش راح يصير اسمها؟ راح يصير اسمها زاوية مستقيمة. ايش صار اسمها؟ صار اسمها زاوية مستقيمة. ليش سميتها زاوية مستقيمة؟ لأن هي شو تكون على شكل شنو؟ على شكل مستقيم. المستقيمين ايش بيهم؟ المستقيمين اثنيناتهم التقوا بشكل أفقي. هاي الزاوية المستقيمة ايش قد يكون قياسها؟ 180 درجة. إذا أنا عندي ثلاث أنواع من الزوايا. الزاوية الأولى أسميها زاوية قائمة، الزاوية الثانية أسميها حادة. زين، تكون المستقيمات قريبة عن بعض. الزاوية الثالثة شو أسميها؟ زاوية منفرجة، المستقيمات تكون بعيدة واحد عن الثاني. زين، الزاوية الرابعة أسميها زاوية مستقيمة، من تكون على شكل خط مستقيم. كيف حالك يا صديقي؟ بخير. هل تلعب معي لعبة كون زاوية وقل لي ما اسمها؟ هل تقصد بأننا سنكون معا الزاوية القائمة والزاوية الحادة والزاوية المنفرجة والزاوية المستقيمة؟ حسنا، لنبدأ الآن. ما اسم هذه الزاوية التي تشكلت يا صديقي؟ إنها الزاوية التي تشكل ركنا مربعا، أعرفها، إنها الزاوية القائمة. أحسن، هيا لنكمل. ما اسم الزاوية الآن؟ إنها زاوية تشبه السكين الحادة، ولهذا اسمها الزاوية الحادة. ممتاز، أحسنت يا صديقي. هيا لنشكل الزاوية الثالثة. ما اسم هذه الزاوية؟ إنها زاوية منفرجة، هي زاوية كبيرة. بقيت الزاوية الأخيرة، هيا لنشكلها معا. ما اسم زاويتنا الآن؟
إنها أصبحت تشبه المستقيم، ولهذا سميت بالزاوية المستقيمة. أنت رائع يا صديقي، كم أحب اللعب معك. انتهت لعبتنا لهذا اليوم، وقمنا بتشكيل الزاوية القائمة والحادة والمنفرجة والمستقيمة. وداعا يا صديقي. وداعا. بس هذه الزوايا اللي عندي قلنا هاي الزاوية شو اسميها؟ اسميها زاوية قائمة. شو تكون؟ تكون عمودية، مستقيماتها تكون على شكل مربع قياسها 90 درجة. هذه الزاوية إذا هذا المستقيم شبيه حاول ينسد ينقرب على هذا المستقيم، شو يصير اسمها زاوية حادة؟ قياسها شو يكون؟ قياسها يكون أقل من القائمة، أقل من 90 درجة. هاي الزاوية الثانية إذا المستقيمين تباعدوا عن بعض، شو حسميها زاوية منفرجة؟ قياسها شبيه أكبر من 90 درجة. والزاوية اللي تكون على شكل مستقيم شو أسميها؟ أسميها زاوية مستقيمة. زين، الزاوية القائمة ممكن تكون بهذا الاتجاه، مو إلا يكون اتجاهها هيج، هسا ممكن تكون بهذا الاتجاه. هاي الزاوية شو أسميها؟ زاوية قائمة. هاي الزاوية شو أسميها؟ ذا المستقيمات قريبين، زاوية حادة. هذه الزاوية شو أسميها؟ أسميها منفرجة، تكون المستقيمات متباعدة. هاي الزاوية شو أسميها؟ تكون على شكل مستقيم، زاوية مستقيمة. هسا نجي على فقرة أتأكد، صفحة 163، نحل نصنف أنواع الزوايا. ايش يقول لي؟ صنف كل زاوية إلى قائمة أو حادة أو منفرجة أو مستقيمة. مطيني شكل الزاوية وشي يريد؟ أريد أني أكتب اسم الزاوية، شنو اسمها هاي الزاوية؟ ايش راح تسوون انتو؟ حتفتحون الكتاب على صفحة 163 وتحلون وياي. زين، هاي الزاوية الأولى، هاي الزاوية الأولى شلون صايرة شبيها المستقيمات؟ المستقيمات واحد قريب على الثاني، فش اسمها هاي الزاوية؟ اسمها زاوية شو اسميها؟ اسميها زاوية شنو؟ زاوية حادة. نجي على الزاوية الثانية، هاي الزاوية اللي تكون على شكل مربع ايش اسميها يا زاوية؟ اسميها زاوية قائمة. فش راح اكتب اني هسه هنا؟ راح اكتب زاوية قائمة. الزاوية الثالثة، قلنا المستقيمات من تكون متباعدة عن بعضها شو نسميها؟ زاوية منفرجة. وهاي الزاوية هسه شو اسمها؟ منفرجة. فثالثا شو اسميها؟ زاوية منفرجة. هسا النقطة الرابعة والخامسة حتكون واجب بيتي عليكم انتو تحلوا هاي الزاوية شنو اسمها وهاي الزاوية شنو اسمها. هسا مش مطيني هنا، مطيني اصنف الزوايا في الاشكال، مطيني شكل باب، راسم لي هاي هذا بالوردي اللي راسم لي اياه. هذا يا زاوية دا يشكل لي، يا زاوية هذا مستقيم وهذا المستقيم عامودي، يا زاوية دا يكونوا لي كونوني زاوية قائمة. فهنا أنا المفروض تكتب يا زاوية بنقطة سبعة، بنقطة سبعة أكتب شبيها الزاوية، الزاوية قائمة. نقطة ثمانية المقص، شكل المقص هنا دي يمثل لي يا زاوية، هذا بالوردي المقص شمثل لي يا زاوية، دي يمثل لي يا زاوية يكون شكلها مستقيمات قريبة، اسمها الزاوية الحادة. نقطة ثمانية الزاوية اسمها حادة. هسه نقطة تسعة ونقطة عشرة حتكون واجب بيتي عليكم، هاي الزاوية شو اسمها اللي تكون المستقيمات متباعدة هاي باللون الوردي، وهاي الزاوية شو اسمها اللي تكون بهذا الشكل مستقيم واحد عمودي على الثاني شو اسميها؟ هذه حتكون واجب بيتي عليكم. هسه نجي على فقرة أحل، شي يريد من عندي؟ من عندي هم اسم الزاوية، هاي الزاوية ايش أسميها؟ مستقيم يكون قريب على المستقيم الثاني، أسميها زاوية شنو؟ أسميها شنو؟ زاوية حادة، أسميها حادة. زين، هاي الزاوية ايش أسميها تكون على شكل خط مستقيم؟ زاوية مستقيمة. يبقى ال 17 وال 18 واجب بيتي عليكم، بالإضافة إلى 19 وال20 وال21 وال22 حلوها أنتوا تونسوا بيها أشكال حلوة
كتبوا اسم الزاوية، شوفوا الزاوية هاي شنو. مثلا هسه عندي هاي الساعة، الميل مال هاي الساعة من يكون بهذا الشكل شو مكون لي يا زاوية؟ هذا الميل بهذا الاتجاه وهذا الميل بهذا الاتجاه، باعتبار هذا مستقيم وهذا مستقيم، شو كونوا لي يا شكل؟ زين إذا الميلين متقابلين بهذا الشكل ايش حيكونوا لي؟ زين إذا ميلين الساعة كانوا بهذا الشكل وإذا كانوا قريبين ايش كونوا لي يا زاوية؟ هذه انتو تحلوها. هسه نجي على موضوع، عندنا موضوع هسه شنو؟ خصائص المربع والمستطيل، صفحة 165 راح نتعرف على خصائص كل من المربع والمستطيل، ونتعرف على محيط ومساحة كل من المربع والمستطيل. هسه نجي نتعرف على خصائص كل من المربع والمستطيل. نبدي بالبداية بالشنو؟ خلينا نبدي بالبداية بالمربع. هذا المربع زين، هذا المربع يكون بهذا الشكل. المربع من كم ضلع يتكون؟ كم ضلع بعض؟ 1 2 3 4. من كم ضلع متكون؟ متكون من 4 أضلاع. هاي شو اسميهن؟ هاي اسميهن أضلاع. إذا المربع يتكون من 4 أضلاع. زين لو ألاحظ هاي الأضلاع إيش بيها؟ لو ألاحظها تكون متساوية، هذا الضلع يساوي لي هذا الضلع، ويساوي هذا الضلع، ويساوي هذا الضلع. إذا أضلاع المربع الأربعة تكون متساوية بالقياس. يعني إذا هذا الضلع كان 3 سنتيمتر، فجميع الأضلاع الباقية إيش قد يكون قياسها؟ يكون قياسها 3 سنتيمتر. يعني إذا هنا عندي 3 سنتيمتر، فهذا الضلع طوله 3 سنتيمتر، وهذا الضلع حيكون طوله 3 سنتيمتر، وهذا الضلع إيش حيكون طوله؟ حيكون طوله 3 سنتيمتر. هاي بالنسبة للمربع إيش قلنا؟ تكون أضلاعه متساوية بالقياس ويتكون من 4 أضلاع. نجي على محيط المربع. يعني شنو كلمة محيط؟ محيط يعني هذا الحافة الخارجية. يعني المحيط هو مثل الإطار. شلون الصورة من بيها إطار؟ هو الإطار الخارجي للشكل اللي عندي. هسه أنا هذا الشكل عندي مربع، فمحيط المربع هنا ايش حيمثل لي؟ حيمثل لي هاي الأربع أضلاع. هاي الأربع أضلاع ايش حتمثل لي؟ حتمثل لي المحيط. زين هذا المحيط أنا أقدر أستخرجه، يعني يعطيني مربع ويقول لي استخرجي لي طول المحيط. زين فهذا طول المحيط حتى استخرجه عندي قانون. قانون محيط المربع شو يساوي لي؟ محيط المربع يساوي 4 في لام. يعني شنو لام؟ هنا لام يعني طول الضلع. يعني هذا الضلع مال المربع ايش ارمز له؟ بارمز ارمز له لام. زين ارمز له بالرمز لام، يعني طول الضلع. فمحيط المربع قانونه يساوي لي 4 في طول الضلع. اللام هنا شو تمثل؟ تمثل لي طول الضلع. منين جبتها؟ اخذت حرف اللام من كلمة طول. زين شلون استخدم هذا القانون؟ طبعا هذا القانون لازم شنو هو؟ ينحفظ، تحفظوه. شلون استخدمه؟ كلش سهل استخدامه لهذا القانون. راح يعطيني سؤال ويطلب مني استخرج له محيط المربع، مثل هذا السؤال اللي هسه موجود فقرة أتأكد صفحة 185. أجد محيط كل شكل من الأشكال التالية باستعمال شنو؟ باستعمال القانون. نجي على الشكل الأول. هذا الشكل الأول شي يمثل لي يا شكل؟ دا يمثل لي شكل مربع. شي يريد أستخرج له؟ أستخرج له محيط هذا المربع. شلون حستخدم أستخرج محيط هذا المربع؟ أجي أكتب رأس القانون. شنو هو القانون مال محيط المربع؟ زين أجي أكتب له هاي فقرة أتأكد. أولاً أجي أكتب له قانون محيط، أكتب له محيط المربع يساوي شنو قانون عندي محيط المربع؟ 4 في لام. هسه محيط المربع يساوي 4 أنزلها، الفي أنزله، هاي اللام إيش راح أكتب بمكانها؟ أجي هو إيش مطيني بمحيط المربع؟ إيش مطيني بالمربع؟ مطيني هنا 6 سنتيمتر وهنا 6 سنتيمتر. زين إحنا قلنا المربع تكون أضلاعه
أربعة متساوي، إذا هذا ستة هذا طلع حيكون ستة، وهذا لازم يكون ستة وهذا ستة. فهنا أنا طول الضلع إيش قد مطيني قياسه؟ مطيني قياسه 6 سم. طب مكان لا مش اكتب 6 سنتيمتر. زين، هاي لين شنو لين هاي اللام معناها قياس طول الضلع، وهذا المربع المطيني اياه ايش قد مطيني قياس. زين، هاي لين شنو لين هاي اللام معناها قياس طول الضلع، وهذا المربع المطيني اياه ايش قد مطيني قياس طول ضلعه؟ قياس طول ضلعه 6 سنتيمتر. فاخذ وحده من هاي الستة اجي اخليها بمكان من بمكان اللام، ويساوي اكتب له محيط المربع يساوي حضرب 4 في 6، 4 في 6 24، وانزل شنو؟ انزل السنتيمتر. هسه محيط المربع هذا ايش قد قياسه؟ قياسه 64 سنتيمتر. ناخذ المربع الثاني، استخرج قياس المربع الثاني اللي هو شنو؟ ثانية. هذا المربع شي يريد استخرج له محيطه. زين، قلنا هذا المربع يتكون من أربعة أضلاع، وهاي الأضلاع أربعة شو يكونون؟ يكونون متساويين بالطول بالقياس، يعني هذا 5 سنتيمتر وهذا الضلع 5 سنتيمتر، وهذا الضلع لازم ايش قد يكون؟ هم 5 سنتيمتر، وهذا الضلع 5 سنتيمتر، أربعتهم يكونوا متساويين بالطول. زين، فأجي شي يريد إني محيط المربع أكتب له قانون محيط المربع يساوي، شو يساوي لي قانون محيط المربع؟ يساوي لي أربعة في لام، ويساوي أنزل له محيط المربع يساوي أنزل له الأربعة وأنزل له في. هاي اللام مش حخلي بمكانها، لازم أخلي بمكانها قياس طول ضلع المربع. فأجي على هذا المربع، إيش قد قياس طول ضلع؟ إيش قد مطيني إياه؟ مطيني إياه 5 سنتيمتر. فأشيل هاي 5 سنتيمتر كلها، وين أخليها؟ أخليها بمكان اللام. إيش أكتب هنا؟ أكتب 5 سنتيمتر، أشيل الخمسة هي والسنتيمتر كلها وأكتبها. قلنا اللام شنو معناها؟ اللام معناها قياس طول ضلع المربع، اللي هو هذا طول الضلع، هاي أطوال الضلع. إيش قد قياسها مطيني إياه؟ 5. حضرب 4 في 5 20 سنتيمتر. إيش قد طلع لي محيط المربع؟ محيط هذا المربع إيش قد طلع لي؟ طلع لي 20 سنتيمتر. زين، نجي إلى شكل آخر. لا، نبقى بالمربع، استخرجنا محيطه، هسه ايش نستخرج؟ نستخرج مساحة المربع. هذا المربع عندنا نشوفه قدامنا، قلنا المحيط هو هاي الأضلاع الخارجية الأربعة مثل الإطار. المساحة شنية؟ المساحة هذا الجزء الداخلي اللي يكون داخل هاي الأضلاع هو المساحة. زين، المساحة هم بيها قانون، مساحة المربع، مساحة هذا المربع. زين، بيها قانون. شنو قانون مساحة المربع؟ قانون مساحة المربع يساوي لي لام في لام. لام يعني شنو؟ يعني قياس طول الضلع، يعني أضرب طول الضلع في طول الضلع، لام في لام. شلون يعني؟ حجي أخذ مثال وأشوف شلون أستخرج مساحة المربع. منطيني هذا الشكل اللي هو شنو؟ عبارة عن مربع، شيريد أستخرج مساحته باستخدام القانون. فأجي آني أكتب له قانون مساحة المربع، هاي نقطة أربعة، أكتب له مساحة المربع تساوي لي لام في لام. مساحة المربع تساوي لام، هنا أنا أشرح من راح أجيبها؟ هذا المربع هياته، هاي اللام اللي قلنا هي طول الضلع، إيش قد قياس طول الضلع على هذا المربع؟ إيش قد؟ 3 سنتيمتر. حاخذ جوا هاي اللام إيش أخلي؟ 3 سنتيمتر في، إيش راح أخلي هسه هنا؟ راح أخلي هم 3 سنتيمتر.
ليش خليت 3 × 3؟ لأن المربع أضلاع شبيهة أربعة نفس القياس. زين، فآخذ طول الضلع شقد من الطينيات 3، أضربه في نفسه، أضربه في 3، ويساوي لي 3 × 3 9 سنتيمتر. ايش راح اسوي؟ خلي هنا راح اخلي سنتيمتر، ايش اخلي فوق السنتيمتر؟ ليش هنا انا حطيت سنتيمتر تربيع؟ يعني ليش خليت 2؟ هذا ايش تنقري سنتيمتر تربيع؟ ليش خليت 2 هنا على السنتيمتر؟ لان من عندي عملية ضرب وعندي وحدات قياس، هاي وحدات القياس اجمعهم. هو صح عملية ضرب، الارقام اضربهم، بس وحدات القياس شو اسوي لهم؟ وحدات القياس اجمعهم. ضربت 3 × 3 9. زين، وحدات القياس بالضرب ينجمعون، يعني سنتيمتر ويا سنتيمتر كم سنتيمتر يصير عندي؟ يصير عندي 2. زين، حتقولوا لي ستة، زين هنا انا من طلعنا محيط المربع ليش كتبتي بس سنتيمتر؟ ليش ما كتبتي سنتيمتر تربيع؟ لان هنا انا ايش عندي؟ عندي سنتيمتر وحده، عندي 4 اللي هي موجوده في القانون، في طول الضلع شقد عندي؟ 6 سنتيمتر، فعندي سنتيمتر وحده نزلتها هي نفسها. هاي هسه بالنسبة لشنو؟ بالنسبة لمساحة المربع. نجي على الشكل الثاني، ايش عندي؟ عندي المستطيل. لو نلاحظ المستطيل شو نشوفه؟ متكون من كم ضلع؟ متكون من 4 أضلاع. هذا طول الضلع الأول، زين، هذا الضلع الثاني، هذا الثالث، هذا الرابع. إذن المستطيل يتكون من كم ضلع؟ من 4 أضلاع. احنا بالمربع ايش قلنا؟ هذا المربع قلنا أطوال أضلاع الأربعة متساويات بالقياس، يعني هذا طول الضلع، زين، إذا كان 3 سنتيمتر فهذا طول الضلع الثاني 3 سنتيمتر، طول الضلع الثالث 3 سنتيمتر، وطول الضلع الرابع 3 سنتيمتر، لأن المربع تكون أضلاع أربعة متساويات بالطول نفس القياس. بالمستطيل لا، بس الضلعين المقابل واحد مقابل الثاني يكونوا متساويين بالقياس، يعني طول هذا الضلع راح يساوي لي طول هذا الضلع المقابله. بس هذا الضلع منو صاير بالجهه المقابله له؟ هذا الضلع، هذا الضلع وهذا الضلع يكونوا متساويين بالطول نفس القياس. اذا كان هذا الضلع طوله 5 سنتيمتر فهذا الضلع ايش قد حيكون طوله؟ 5 سنتيمتر. نجي على هذا الضلع، منو ده يقابله؟ منو صاير مقابله؟ مقابله هذا الضلع. فهذا الضلع إذا قياسه قياس طوله 3 سنتيمتر، فهذا الضلع ايش قد حيكون؟ حيكون 3 سنتيمتر، لأنه المستطيل تكون فقط الأضلاع المتقابلة متساوية بالطول. زين، هذا المستطيل بطول وبعرض. زين، هذا الضلع الأطول، الضلع الطويل ايش حيمثل لي؟ حيمثل لي طول المستطيل. هذا الضلع الأقصر ايش حيمثل لي؟ حيمثل لي عرض المستطيل. إذن بطول المستطيل وبعرض، هذا المستقيم، هذا المستقيم، وهذا المستعرض، يعني هذا الضلع وهذا الضلع شو يمثلولي؟ يمثلولي طول المستطيل. وهذا الضلع الأقصر، هاي الأضلاع الأقصر شو تمثلي؟ تمثلي عرض المستطيل. نجي على المستطيل، هذا المستطيل بي مثل ما كان المربع بمحيط المربع ومساحة المربع، المستطيل هم بي قانونين، قانون محيط المستطيل ومساحة المستطيل. زين، قانون محيط المستطيل شنو هو؟ احنا قلنا المحيط هو الإطار الخارجي للشكل، فهذا المستطيل محيطه شو حيمثل لي؟ حيمثل لي هاي الأضلاع الأربعة. المستطيل بي قانون محيط المستطيل، شنو قانون محيط المستطيل؟ قانون محيط المستطيل 2 × λ + 2 × ض. زين، هاي شنو اللام؟ ايش قلنا عليها؟ قلنا معناها طول الضلع. زين، هاي الضاد يعني شنو؟ هاي معناها العرض. احنا لين قلنا المستقيم بطول وبعرض، هذا الضلع شو يمثل لي؟ حيمثل لي اللام الطول. هذا الضلع ايش حيمثل لي؟ حيمثل لي العرض، رمزنا له برمز ضاد، الطول يعني لام في عرض في ضاد، 2 × λ + 2 × ض. ليش هنا أنا ضربت في 2 وبالمربع بالقانون ضربت في شقد؟ بالمربع ضربت في 4، لأن بالمربع الأطوال أضلاع الأربعة شبيهن أربعة نفس القياس، بس بالمستطيل
بس ضلعين يكونون نفس القياس، بس ضلعين مو أربعتهم، فالقانون مادة حيكون اثنين مو أربعة، لأن بس ضلعين يكونون متساويين بالطول. فراح أقول له اثنين في لام زائد اثنين في ضاد، هذا قانون محيط المستطيل. اللام معناها طول الضلع، يعني قياس طول الضلع. الضاد معناها قياس، هنا معناها الطول، وهنا معناها شنو؟ قياس العرض. هنا اللام معناها قياس الطول، وهنا الضاد معناها عرض الضلع، عرض المستطيل. ناخذ مثال على استخراج محيط المستطيل. هذا المثال شي يريد من عندي، يريد استخدم له القانون واستخرج له محيط هذا الشكل. هذا الشكل شنو شي يمثل لي؟ يمثل لي مستطيل. ليش مستطيل؟ لان اضلاعه اربعتهن ما متساويات بالقياس، بس هذا الضلع وهذا الضلع المتقابلين متساوين، وهذا الضلع وهذا الضلع شبيه متقابلين متساوين، فلازم استخرج له محيط المستطيل. شلون استخرج محيط المستطيل؟ اجي اكتب القانون، اجي اكتب له قانون محيط المستطيل يساوي اثنين في لام، اثنين في الطول زائد اثنين في ضاد، يعني اثنين في العرض. اجي انزل الاثنين، اثنين في اللام، هنا انا ايش راح اكتب بمكانها؟ حجي على الرسم، هذا المستطيل قلنا اللام تمثل لي الطول، زين هذا المستطيل وين طوله وين عرضه؟ قلنا الضلع الاطول شي يمثل لي؟ يمثل لي الطول. والضلع الاقصر شي يمثل لي؟ يمثل لي العرض. فهذا ايش راح يمثل لي الضلع؟ هذا حيمثل لي الطول. ايش قد مطيني اياه الطول؟ ايش قد قياسه؟ 7 سنتيمتر. اذا هذا 7 هذا لازم ايش قد 7 لان متساويين بالقياس، فمطيني الطول 7 سنتيمتر. حشيل هاي السبعة كلها، وين اكتبها؟ اكتبها بمكان اللام. ايش اكتب هنا؟ اكتب 7 سنتيمتر، انزل الزائد، زين الاثنين انزلها والضربة نزله. هسه الضاد اللي هي العرض منين اجيبها؟ هذا الرسم قلنا هذا هذا الضلع شي يمثل لي؟ يمثل لي العرض. ايش قد ناطيني اياه؟ 3 سنتيمتر. راح اشيل هاي ال 3 سنتيمتر كلها، وين اكتبها؟ جوا الضاد، 3 سنتيمتر. هسه صار عندي ضرب وجمع. بالبداية ايش راح اسوي؟ بالبداية راح اضرب، وبعدين اجمع. راح اجي اضرب هذا في هذا، 2 في 7 14 سنتيمتر، انزل الزائد، 2 في 3 6 سنتيمتر، ويساوي لسه اجمع 14 زائد 6، اجي اجمع له 14 زائد 6، 4 و 6 10 0 و 1 باليد، 1 و 1 2 ايش قد يطلع لي؟ 20 سنتيمتر. ايش خليت هنا؟ خليت سنتيمتر، صح هنا عندي سنتيمتر وهنا سنتيمتر، بس هنا انا ايش عندي؟ عندي جمع. بالجمع اخذ وحدة بس من السنتيمتر، من وحدة القياس انزلها، بس بالضرب ايش كم وحدة انزل؟ انزل 2، اكتب سنتيمتر واخليك فوقها رقم 2. بالجمع والطرح وحدات القياس تنزل وحدة من عندهم، بس بالضرب وحدات القياس ينزلون اثنيناتهم، فش اكتب مكان ما اكتب اثنيناتهم؟ ايش اكتب؟ اكتب وحدة واكتب فوقها رقم 2. هذا شنو؟ هذا محيط المستطيل. اكتب القانون واخلي اعوض الارقام بالقانون. نجي على مساحة المستطيل. قلنا المساحة، هسه هذا المستطيل، المساحة هي هذه اللي تكون داخل المحيط. هذا مو المحيط، المساحة مثل الصورة. احنا مو قلنا الصورة نحطها بإطار؟ الإطار شي يمثل لي؟ الإطار مال الصورة يمثل لي المحيط. الصورة اللي حخليها بالإطار ايش حتمثل لي؟ حتمثل لي المساحة. فأجي مساحة المستطيل بها قانون، شي يقول لي؟ لام في ضاد. اللام اللي هو شنو؟ الطول. الضاد شي يمثل لي؟ يمثل لي العرض. وقلنا هذا المستطيل، هذا الضلع شي يمثل؟ يمثل لي طوله، وهذا الضلع الأقصر يمثل لي عرضه. فمنطيني هنا، منطيني هنا مستطيل، شي يريد استخرج له؟
استخرج له مساحته باستخدام القانون، فيجي اكتب قانون مساحة المستطيل يساوي لام في ضاد، ويساوي لمساحة المستطيل يساوي لام في ضاد. زين، اجي هسه لام يعني معناها الطول، طول ضلع المستطيل. هذا المستطيل ايش قد منطيني طول ضلعه؟ زين، هذا قلنا يمثل الطول، هذا شي يمثل العرض. ايش قد منطيني الطول؟ 8 سنتيمتر. فحاجي اعوض بمكان الطول 8 سنتيمتر في الضاد، تمثل لي العرض. هذا المستطيل قلنا وين عرضه؟ قلنا عرضه هو الضلع الاقصر. ايش قد؟ 4 سنتيمتر. حشيل هاي ال 4 سنتيمتر كلها وين اخليها؟ اخليها جوا حرف الضاد، اكتب هنا 4 سنتيمتر، صار عندي 8 في 4 ل 8 اللي هي طول المستطيل في ال 4 اللي هي عرض المستطيل، ويساوي لي هسه اكتب له مساحة المستطيل تساوي 8 في 4 32. زين، هاي السنتيمتر هنا هعوفها وحدها، لو حخلي رقم 2 فوقها انا ايش عندي هنا؟ يا عملية، عملية الضرب. اذا عندي عملية ضرب وعندي وحدات قياس، ايش اخلي هنا فوق وحدة القياس؟ اخلي رقم 2. يعني دا اقول له بالضرب وحدات القياس ينزلن اثنيناتهم، بس ما اكتبهم اثنيناتهم وحدة بصف اللوخ، اكتب وحدة واخلي عليها رقم 2. 32 سنتيمتر، اشتنقلها سنتيمتر تربيع. هاي مساحة المستطيل. هسه نجي على فقرة أحل صفحة 186. أجد مساحة كل شكل من الأشكال التالية باستخدام القانون. مطيني أول شكل، أول شكل عبارة عن شنو؟ شي يمثل لي هذا الشكل؟ يمثل لي مربع. إذا استخرج له مساحة المربع، فأجي شو أسوي أني؟ أجي أكتب قانون مساحة المربع. مساحة المربع قانونها شي يساوي لي؟ لام في لام، طول الضلع في طول الضلع. زين، اكتب له مساحة المربع تساوي لي لام. ايش قد منطيني يا طول الضلع؟ هذا المربع ايش قد منطيني طول الضلع؟ 4 سنتيمتر. اخذ هاي ال 4 سنتيمتر اضربها في ايش قد؟ اضربها في نفسها، في 4 سنتيمتر، لان طول الضلع شبيه مال مربع، اطوال اضلاع المربع 4 نفس القياس، ويساوي لي 4 في 4 16 سنتيمتر. ايش راح اخلي هنا أنا فوق السنتيمتر؟ حخلي رقم 2، معناها سنتيمتر تربيع. يعني ليش؟ لان انا السنتيمتر والسنتيمتر شو اسوي له؟ من عندي ضرب، من عندي ضرب انزلهم اثنيناتهم. هذا الشكل 10. نجي على نقطة 11. هسه نجي على الشكل الثاني، يريد مساحة هذا الشكل. هذا الشكل شو يمثل لي؟ يمثل لي مستطيل. هذا الطول الضلع الطويل يمثل لي الطول، والضلع الأقصر شي يمثل لي؟ يمثل لي العرض. فأطلع له مساحة المستطيل، أجي أكتب له قانون مساحة المستطيل يساوي لي لام في ضاد، الطول في العرض. لام معناها طول، لام شنو معناها؟ معناها طول. ضاد شنو معناها؟ معناها عرض. مساحة المستطيل يساوي لي الطول. ايش قد هذا مطيني طول المستطيل؟ مطيني 8 سنتيمتر. ليش قلت الثمانية مو الخمسة؟ لأن الطول يمثل لي طول الضلع الأطول، فالطول راح أكتب بمكانه 8 سنتيمتر في العرض. ايش قد مطيني إياه؟ 5 سنتيمتر. حشيل هاي العرض الخمسة سنتيمتر، أكتبها جوا العرض، صار عندي 8 في 5 40 سنتيمتر. شو اخلي هنا فوقها؟ اخلي فوقها رقم 2، 40 سنتيمتر تربيع، لان عندي عملية ضرب، وبالضرب الاسس بالضرب وحدات القياس شبيهة، وحدات القياس ينزلون اثنيناتهم، بس ما اكتب سنتيمتر، يعني ما اكتبها بهذا الشكل سنتيمتر وبصفها سنتيمتر، لا اكتب سنتيمتر وحدة واخلي فوقها رقم 2.